خلينا نقول كمان انه في الوقت اللي قلوبنا كل يوم الحقيقة بتتوجع، مش كل يوم ده كل وقت، كل ما بنشوف مشاهد، كل ما حضرتك بتمسك الموبايل وتتابع حتى السوشيال ميديا وتتابع ما يحدث على الأرض في قطاع غزة، الحقيقة الآلام بتزيد طول الوقت، وبتحس كمان انه تفكيرنا كل يوم انه يعني امتى تحصل الهدنة عشان الأطفال السيدات والحياة اللي تلاشت أيضا لأهالينا في غزة. يعني ظروف معيشية صعبة جدا، بيعيشوا في أوقات صعبة جدا. تخيلوا مثلا حضراتكم المستشفيات والحضانات اللي بلا كهرباء، انتوا طبعا حضراتكم عارفين ان مصر استقبلت الاطفال المبتسرين، وحاجة توجع القلب يعني طفل يعني خرج الى الدنيا في ايام ويعاني. كمان انتم عارفين ان احنا داخلين على طقس يعني خلاص داخلين على الشتاء، ويمكن درجات الحرارة كمان في قطاع غزة ربما تكون أكيد أقل من عندنا، فاحنا داخلين على الشتاء. لكن كل ده بيخلينا يعني نتأمل إن الهدنة الحقيقة الناس تلتقط الأنفاس. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ومزيد من التحليل. دكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور والخيرات. خليني أسأل حضرتك كيف ترى هذه الهدنة اللي هتبدأ إن شاء الله نتمنى تنفيذها في 7 من صباح الغد بإذن الله. نتمنى إن شاء الله. والحقيقة هذه الهدنة يعني أول ما يخطر على الذهن بشأنها أمران. الأمر الأول يتعلق بصمود أهل غزة ومقاومتها، والأمر الثاني يتعلق بالدور المصري الفاعل والرئيسي في التوصل إلى هذه الهدنة. فأولا هذه الهدنة لم يكن من الممكن أن يتم التوصل لها لولا صمود أهل غزة في وجه الأهوال التي تفضلت بذكرها، ولولا صمود المقاومة، لأن المخطط الإسرائيلي كان في البداية هو اكتفاء حماس. وحماس الحقيقة ليست مجرد قيادات أو مقاتلين، ولكنها تعبير عن حالة شعبية جنبا إلى جنب مع غيرها من الفصائل الفلسطينية. هذا الصمود من أهل غزة ومقاوميها أتاح الفرصة للحديث عن وساطة. من ناحية أخرى كان هناك الموقف المصري الذي منذ البداية وحتى الآن يعني له ملامح واضحة، عبارة عن موقف متكامل بكافة أبعاده، من أول الوقف الفوري لإطلاق النار والإصرار على دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وكان لمصر في هذا الصدد مواقف مشهودة. نعلم جميعا أن مصر أصرت على عدم خروج أي أجنبي من معبر رفح ما لم تدخل المساعدات، ونجحت في فرض رأيها تماما، كما حدث بالنسبة لرفض مصر القاطع لفكرة التهجير باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية. وأدى هذا كما رأينا إلى تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. هذا الموقف المصري استمر بنفس الزخم ونفس القوة بالتعاون مع الأشقاء في قطر حتى توصلنا إلى هذه الهدنة الصعبة. طيب، وكما تفضلتي نأمل أن تكون هذه بداية. صحيح. وهنا حيكون سؤالي لحضرتك، هل يعني تنجح هذه الهدنة فندخل إلى مجموعة من الهدن الإنسانية توصلنا إلى يعني طريق إلى الحل؟ هذا ما نأمله جميعا، وما أتفائل أنا به شخصيا. تعرفين حضرتك أن هناك على الطرف الآخر على الجانب الإسرائيلي هذا التطرف والتشدد الذي وصفه الرئيس السيسي اليوم في كلمته في استاد القاهرة وصفا بليغا، عندما تحدث عن آلة للقتل تعمل بلا عقل وبلا ضمير، فأصبحت وصمة في جبين الإنسانية. طبعا الجانب الإسرائيلي اضطر إلى قبول اتفاق الهدنة وظل يماطل بعضا من الوقت. جميع المحبين للسلام يأملون في أن تؤدي هذه الهدنة ونجاح الدفعة الأولى من تبادل الأسرى إلى تكرار هذا العمل. وطبعا هذا سيأخذ وقت،
أن معلوماتنا أن هناك قرابة 250 أسير إسرائيلي لدى المقاومة. فكل يأمل أنه مع تكرار هذه العمليات ومناخ الهدوء الذي سيسود يفضي هذا إلى جو جديد في المواجهة الراهنة، يؤدي كما تفضلت إلى فتح الباب للتسوية السياسية التي هي وفقا للموقف المصري الصحيح الطريقة الوحيدة لإنهاء العنف. نتمنى كل الخير. دكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل.